لحظة غادي نستقبلوا واحد الفنانة مغربية متألقة في العزف على آلة القانون، غادي نعيشوا معاها واحد العرض استثنائي. استقبلوا معايا بحرارة حبيبة رياحي. Thank you.
عزف ولا أروع الحبيبة الرياحي، تبارك الله عليك والله يعطيك الصحة حبيبة. تصفيقاتكم مرة أخرى على حبيبة. حبيبة ما شاء الله عليك، نخليك تأخذ الميكرو. حبيبة تبارك الله اشتغلت مع فرق موسيقية عديدة مغربية عربية ودولية. حبيبة تكلمنا على الأسماء ديال الفنانين اللي رافقتي. اولا بعدا شكرا بزاف على الاستقبال في البرنامج الرائع، وما شاء الله على الفرقه الموسيقيه، يعني غنيين عن التعريف ومختارين على رؤوس الاصابع، فتبارك الله عليكم وشكرا بزاف، هذا تشريف ليا طبعا. الو بالنسبه للفنانين اللي سبق لي تعاملت معهم، اللي كنفتخر الحمد لله بان اتيحت لي الفرصه انني شاركت معهم. نبدا بالراحل وديع الصافي الله يرحمه. يا سلام. الله يرحمه. الفنان لطفي بوشناق، الفنان عبدو شريف، الفنان فؤاد الزبادي، الفنانة مي فاروق من مصر، وبزاف يعني فنانين كتار. سميرة سعيد. سميرة سعيد طبعا. طبعا أكيد. هاني شاكير. كبيرة وكثيرة تبارك الله. طبعا. حبيبة أنت يعني عندك مشروع إعادة مجموعة من الأغاني عزفا على آلة القانون، تكلمينا شي شوية على هذا. هو في الحقيقة هذه الفكرة جات خلال فترة الحجر الصحي، يعني كانت فترة لإعادة النظر في الإبداع بصفة عامة، شنو ممكن ندير تحت طلب الأب ديالي، هو اللي كان كيقول لي يعني حاولي تدخلي التراث المغربي، بحكم أنني كنحضر من منطقة تافيلالت، يعني بالضبط من الجرف إقليم رشيدية. تحية كبيرة للناس الرشيدية وتافيلالت. وكنت بديت بواحد المايا بلدية عزفتها ولقات إقبال الحمد لله. وأبخي كنت من قبل درت فيديو وهي الحبيب الفنان الراحل رويشة، كذلك من أهرام الموسيقى المغربية بصفة عامة. بطبيعة الحال. وبدأت الفكرة يعني كتطور بشوية بشوية. نعم الحمد لله، وكنظن هذا هو الاتجاه ديالي إن شاء الله، كنتمنى يعني نتوفق في هذه المسألة هذه إن شاء الله. البداية كانت موفقة جدا وأكيد غادي تستمري في هذا النهج. أنا عندي لك واحد الاقتراح إذا سمحتي، والهند أيضا، ما كرهتش نسمع هند وترافقك حبيبة على آلة. أكيد. أنا شرف. يلا علاش لا، الجمهور حتى هو متفق، نسمعوكم بجوج. مرحبا. حبيبة الرياحي على آلة القانون وهند زيادي أداء. يلا. صيغه حصريه في الليله سهرتنا للفرقه ولا حبيبه. واكيد حبيبه الرياحي شكرا لك بزاف على حضورك معنا حبيبه. ان شاء الله ما غاديش تكون اخر مره، وموفقه في مسيرتك وفي مشروعك الفني.